اسلام الله عليكم الشرفة. أولا كنهنيكم بشهر مبارك، كنهني الأمة الإسلامية أينما كانت وأينما حلت وأينما ارتحلت. مي جيت نحكي لكم هذه القصة، اللي هذه القصة اللي سمعتيها من البداية حتى النهاية راح تقدر تبكيك، تقدر تأخذ منها بزاف نتاع الحوايج، تقدر تستفيد منها، تقدر تأخذ منها عبرة. ما يقول ما أحكي لكم هذه القصة صراحة، خليكم معنا. راني قصدكم وقصدي شريف باش تسمعوني. أنا واحد الشاب كباقي الشباب، كل شاب عنده مميزات ديالو، عنده هوايات ديالو، وعنده أحلام ديالو اللي بغى يوصل ليهم وبغى يحقق. مي أنا الهواية ديالي هي الموسيقى والسباحة. راه نقدر نسمع في أي حاجة، ونقصد السباحة نسمع في أي حاجة كيف ما كتخيلها أنت، نقصد البحر، نقصد مواج. مي دوزت الشباب ديالي فيها بزاف تاع الحوايج، ولا ما نحكيو على الشباب، راه نقدروا نقولوا ما شباب ما حتى حاجة. مي تجاوزوا هاد المرحلة. واحد النهار طاحت لي في بالي أنقصد المدينة، أنقصد المدينة نشوف ونبحث ونكون حتى أنا مستقبلي، ودير حتى أنا داري، وحتى أنا نتزوج كيف الناس، وحتى أنا ندير مشروع، ندير بزاف نتاع الحوايج اللي كيتخيلوها معظم ديال الشباب إلا مشى للمدينة. يعني غيحقق بزاف نتاع الحوايج اللي كل شاب عنده أمنية ديالو إلا مشى للمدينة غيديرها. المهم هي هاديك الخوت، مشيت للمحطة ركبت في الكار، قصدت واحد المدينة من دون المملكة، بلا ما احتاج نسمي لكم هاد المدينة، إيه إلا تحت الدور فراغ نسميها. المهم وصلت لديك المدينة، اي واحد اللي كيمشي يمشي بلاصه لشي بلاصه ضروري، اي حاجه كيفت عليها الاولى هي فين يبات. ديك الساعات كتجي الخدمه، خصو يفتش على الخدمه، يفتش على بزاف نتاع الحوايج، الاصدقاء او شي تعاشر معاهم، خصوصي انسان اللي كيكون زوفري. هنا الخوت باش نقول لكم واحد الحاجه وديروها في بالكم، كاين اللي عارفها وكاين اللي ما عارفهاش، الغربة هنا راه ما كترحمش. يعني باش نكونوا واقعيين ونكونوا صريحين مع نفسنا، واللي مغرب راه غيحس بهذا الكلام وغيحس بهذا الكلمة اللي قلتها، الغربة ما كترحمش. في دارك تقدر، المهم عندك فلوس ما عندكش، تاكل تشرب وتنعس عادي، مي في الغربة لا، ما تقدرش ترحمك الغربة. فحال العدو، العدو راه ما يرحمكش، وفحال هكا الغربة. المهم الخوت، بقيت كنقلب على الخدمة، قلب هنا قلب هنا قلب هنا، حتى تلاقيت مع واحد السيد نهار المنبر كنشكرو الله يجازيه بخير، لي مد لي يد، يد المساعدة، قال لي غتخدم معايا، غتخدم معايا في واحد الخدمة بشكل شريفة في واحد الباتيسري، خدام معاه مع انا يلاه جاي من الباديه. المهم راكم عارفين الاسم اللي كيجي من الباديه اول مره راه كيكون شويه، نقدروا نقولوا نيه، نقدروا نقولوا في شكل، المهم في شكل، يعني ما عرفتش كيفاش غنشرحها لكم، هذه هي الطريقه. بقيت معاه خدام اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، كيمشي الشهر كيجي الشهر. المهم ديك السيد كيتهلا فيا، كيخلصني الخلصة ديالي، عطاني بيت فين غنسكن، دار بزاف، دار معايا بزاف نتاع الحوايج اللي ما يقدرش اي باترون يديرهم معاك. مي دوك الحوايج نتا اللي كديرهم من راسك، حيت الا كنتي هو الانسان معقول، انسان معتبر، انسان ما كيمد يدو، ما خدام خدمتو، راه اي واحد يعني غتخلو لخاطرو. باش نكون واضح،
مي انا هنا عندي واحد الطبيعه في راسي، ما عرفتش واش الطبيعه واش خايبه ولا مزيانه، ثم لا تحكم. ما كنطولش في الخدمه، يعني نقدر نخدم مع بنادم 3 شهور 4 شهور، الا طولت مع نوصل العام صافي كنخرج. صافي قلت لهاد السيد الله يجازيك بخير، عطيني داكشي اللي كنسال لك، راه انا صافي هاد الخدمه. قال لي واش خصك فلوس نزيد لك؟ واش ما عجبتك شي حاجة؟ واش شي واحد قال لك شي كلام؟ واش شفتي مني شي حاجة؟ قلت له لا صافي، يعني صافي تعطيني داك الشي اللي كنسال لك بسم الله، ما تعطينيش الله يسامح دنيا واخرى. مي داك السيد شافني انني مصر باش نسالي من ديك الخدمة، اش بدا؟ عطاني الحساب ديالي، عطاني زادني بروبينا باش تعرف الناس اللي ناس الكرام، الناس اللي في قلبهم الخير. وين جمعت حوايجي هي هذيك؟ قصت الشمال، اخوت قصت الشمال، وبالضبط هنا غنسميكم هذه المدينه اللي قصت، قصت اصيله. وما ادراك ما اصيله؟ مين ملي وصل الاصيله عاوتاني داك السيناريو كيتعاود هو تقلب على الخدمة، تقلب على الكراهة، تقلب على بزاف نتاع الحوايج، ودوك الحوايج راه ضروري أي زوفري يعني فيما مشى، دوك الحوايج راه ضروري كيقلب عليهم. الحاجة الأولانية هي فين يباتو، يعني فين يكري، والحاجة الثانية هي العمل، هاد هما جوج الحوايج أساسيين أي زوفري. راه تسول أي زوفري يقولك هاد جوج الحوايج هما الأساسيين ملي كتمشي سواء من مدينة لمدينة ولا من البلاد لبلاد ولا بيه. الحمد لله الله ما خيبنيش، لقيت شي دراري وراوني فين غنكري، كريت واحد المحل فرشتو وقديتو. المهم العزت داك النهار الغد ليه، الغد ليه قلت غنمشي نفتش على شي خدمة لعل وعسى يجيب الله التيسير. ولا خرجت في الصباح، قلب هنا قلب هنا قلب هنا، هذيك يقول لي خليني الرقم، هذيك يقول لك سير حتى راه غدا، هذيك يقول لك واش عندك السي في، هذيك يقول لك واش عندك نيفو، كنقصد هنا نيفو باك، هذيك يقول لي يعني كل واحد كيلغي بلغاه. يعني ما لقيتش الخدمه ديك النهار، مشي هنا مشي هنا مشي هنا، عييت وانا نقصد واحد الجرده، قلت انجليز غنستراح لعل وعسى يكون الله خير. قصدي الجريدة، جالس ما بيا ما عليا، كنتأمل في الناس، شي غادي شي جاي، شي غادي شي جاي، كنشوف في العمارات، كنشوف في الديور، إنسان تالف ومتلف في وسط بلاد. جالس متكي مع واحد الشجرة حتى كنسمع السلام عليكم، وهاد السلام عليكم قبل ما نقول لكم شكون، بهذا السلام عليكم هنا فين غتقلب حياتي، هنا فين غتبدل فيا بزاف تاع الحوايج، هنا فين غناكل ماكل الطبل يعني العصاد، العصاد بصح يا الخوت. الا شفتوا الجسم ديالي راه الى يومنا هذا كاين فيه الآثار. بي السلام عليكم من واحد السيدة، المرأة هنا فين غنعرف كيد النساء يا الخوت. واحد المرأة كتبان مثقفة، كتبان إنسانة واعية، كتبان إنسانة كتبغي الخير لبنادم، كتبان إنسانة راسها عامر وقلبها عامر. وراتني الجنة فوق الأرض، كنت كنهضر معها، هضره مني، وردني بزاف نتاع الحوايج، بيناتني الفلوس، بيناتني السعادة، بيناتني بزاف نتاع الحوايج، مع أنا ما خدام ما والو، يعني التعميت، التعميت الخوت. وهنا
الحاجة اللي خلتني نتعمى، حيت الإنسان أي واحد فينا ماشي غير أنا بوحدي، كما كنقولوا هنا بلغة الشارع، إلا كانت مقودة عليك لواحد الدرجة راه داتو صوار تجي مرأة تبينك واحد الطريق راه فيها فلوس، عامرة فلوس، طريق عامرة فلوس، دير بها أي حاجة، أي حاجة كتحلم بها ديرها، سواء سيارة، سواء دار، سواء فيلا، سواء مرأة، سواء مي هاد الطريق هو اللي خرج عليا، هاد الطريق هو اللي مي الحمد لله مادام باقي بالروح، باقي عايش، باقي كتمشى فوق الأرض الحمد لله. مي هنا غادي السؤال ديالكم والسؤال ديال الجميع ديال بزاف تاع الناس، شنو قالت لي هاد السيدة باش انا نتعمى، باش انا نتبع، باش انا ندير داكشي اللي قالت؟ البارت الجاية الخوت اتعرفوا شنو قالت لي هاد السيدة باش خلتني نتبع. بغيت نكمل لكم بارت ولكن سموحة تاع الخوت والله الا عييت. مي ما تنساوش تسجل داك كومونتير، داك لايك الا جات على خاطرك، الا ما جات عاوتاني هادي ماشي مشكل، وسلامي للجميع.